عندنا مشكل حتى شي مشكل احنا شنو هزين ما طرحنا حتى مشكل احنا كاع عندنا تسمعوها عندنا شي حجار عندنا شي لا 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 استاذ لا 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 هذه اول مره تنوقفوا هذه وقفه احتجاجيه لا تحتاج الى طرق الشارع ما كان حتى مشكل غير ولا هذا الشيء يلا 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 تفضل ارحموا لي تفضلوا ما تحكموا لا انا ما نتحركش من لا حركوا لا هذا تذكير ما تحتاج هذا اليوم العالمي للقضاء على الفقر هذا اليوم العالمي للقضاء على الفقر بطلب نحكي بالهاكومو او الناس عايشين بعشرات دراهم في النهار هذا الشيء ماشي معقول هذا الفقر اللي واصل عندنا في بلادنا كيتحملوا المسؤوليه ديالو المسؤولين على مستوى الدوله والمسؤولين على مستوى الحكومات المتعاقبه فليتحمل كل مسؤوليته فليتحمل كل مسؤوليته كفى تفقيرا الفقراء وكفى اغناء اعتقد فوجئنا كما كان يقع في كل الوقفات الاحتجاجيه بمنع الوقفه الاحتجاجيه لهذا اليوم التي تدخل في اطار الاحتفال باليوم العالمي لمناهضه الفقر جينا نعبروا على رفضنا للسياسات التجويعيه في حق المغاربه والمطالبة بالتوزيع العادل للثروة هذه مناسبة تحتفل بها دول العالم كلها إلا هنا نأسف لا بدل أن نتحدث عن سياسة جويعية وعن تقير المغاربة تيبان أننا مشينا في اتجاه آخر ولا مطلب ديالنا غير حقنا صاحبي راه عيد أو ما داروا والو هادو تيطالبوا غير بالغاء الفقر توزيع العادل للثروات ما كاين لا جريمه ولا والو شكرا لكم اليوم حنا جينا باش نديروا وقفه يعني احتجاجيه رمزيه بمناسبه اليوم الدولي للقضاء على الفقر 17 اكتوبر للجبهه الاجتماعيه ديال الرباط دعات لهذه الوقفه وحنا في التنسيقيه المسيره العالميه للنساء حنا قلنا اننا غنجيو نشاركوا معاهم فيها واذا حنا ما تنطالبوا حتى شي حاجه اللي غير معقوله ولا غير مشروعه ما كنطالبوا فقط بحقنا في التظاهر السلمي وبانه ما كناش بالعكس حنا كنا محتارمين كل يعني المساطر الاحترازيه اللي مازال يعني كيعيش مخلفات ديال الجائحه سواء بالنسبه للعمل سواء بالنسبه للدراسه سواء بالنسبه للتعليم يعني بالنسبه للصحه واللي بينات الجائحه بالفعل على هشاشه الاوضاع ديال فئات متعدده من الشعب المغربي خاصه وعلى راسها النساء اللي كيعانيوا بشكل كبير نظرا لانهم يعني كاين هناك واحد لا بغينا نقولوا واحد الفرق واحد شاسع ما بين النساء والرجال على مستوى الحقوق وعلى مستوى الحريات والله لا معنى جاء والله اسرائيل ما غادي يبعث لك البلبه والله يبعث لك البلبه انا غير عارف خليهم يديروا فينا اللي بغاو انا كنرفض شاهين انا
جينا متعاقدين هما كنقولوا ما حرام 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 ما تحرام حرام انا بغينا حقنا بغينا شي حقنا في كاين يجي يبقى عطانا في العصا محشوم. اشترك الان في قناه اشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.